السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين كرام متابعي قناة من الآخر. خلاص معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري العراقي وترتيب الهدافين بعد مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 1/3/1 مارس 2022 مع بداية الجولة 24 من الدوري العراقي. متابعين الكرام، اليوم كان عندنا أربع مباريات. الكهرباء خسرت أمام الطلبة 0-1، أحرز هدف الطلبة وكيع رمضان في الدقيقة 59. النفط فاز على امانه بغداد 1-0، احرزوا الهدف علي رحيم في الدقيقه 90. الزوراء تعادل امام سمراء 0-0، ونفط ميسان فاز على القاسم 1-0، احرز الهدف وسام سعدون فنجان في الدقيقه 7. خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري العراقي وترتيب الهدافين. ولكن غدا الاربعاء باذن الله تعالى 2/3 مارس 2022، زخو امام الشرطه الساعه 1:30 بتوقيت العراق، نوروز امام الصناعه الساعه 2:30، الكرخ امام القوى الجويه 3:30 عصرا او مساء، اربيل امام الديوانيه الساعه 6:30 6 مساء، نفط البصره امام النجف الساعه 8:15 مساء. متابعينا الكرام، خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري العراقي وترتيب الهدافين. متصدر الدوري العراقي حاليا في المركز الاول الشرطه ب 63 نقطه، الطلبه في المركز الثاني ب 49 نقطه، القوى الجويه المركز الثالث ب 44 نقطه، الزوراء المركز الرابع ب 44 نقطه، نفط الوسط المركز الخامس ب 40 نقطة، النفط المركز السادس ب 39 نقطة، زاخو المركز السابع ب 35 نقطة، النجف المركز الثامن ب 33 نقطة، نفط البصرة المركز التاسع ب 30 نقطة، الكهرباء المركز العاشر ب 29 نقطة، نفط ميسان المركز ال 11 ب 29 نقطة، أربيل المركز ال 12 ب 26 نقطة، الصناعة المركز 13 ب 26 نقطة، القاسم المركز ال 14 ب 25 نقطة، بغداد المركز ال 15 ب 24 نقطة، نروز المركز 16 ب 23 نقطة، الكرخ المركز 17 ب 19 نقطة، الديوانية المركز 18 ب 17 نقطة، الميناء مركز 19 ب 15 نقطة، سامراء المركز 20 والأخير ب 10 نقاط. خلينا نتعرف على ترتيب الهدافين. متابعينا الكرام، متصدر الهدافين اللاعب محمود المواس لاعب الشرطة المركز الأول ب 15 هدف، المركز الثاني الهواري طويل لاعب الزوراء ب 10 أهداف، والمركز الثالث مهند عبد الرحيم كرار لاعب نفط الوسط ب 8 أهداف، ومهيمن سليم ملاخ لاعب الكهرباء، ووكاع رمضان لاعب الطلبة، والمركز الرابع حمادي أحمد لاعب القوى الجوية ب 7 أهداف، والمركز الخامس أحمد فرحان لاعب نفط البصرة ب 6 أهداف، وأحمد سعيد لاعب نفط ميسان، وحيدر عبد الرحيم لاعب نفط البصرة، ومحمد داوود لاعب الشرطة. اشترك في القناة وفعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو، متابعين الكرام كان معكم محمد نور الدين، نراكم فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.